خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم لنمط أو نوع جديد من أنواع السياحة، ألا وهو سياحة اليخوت. لأن سياحة اليخوت في حقيقة الأمر هي مصدر جذب للسياحة ذات الإنفاق المرتفع، لأنه نوع من أنواع السياحة الرياضية اللي دايما بيكون أصحابها من الأثرياء. وفي حقيقة الأمر مصر بتتمتع بمزايا نسبية كبيرة بتأهلها أنها تكون واحدة من أهم وجهات سياحة اليخوت في العالم، وده التوجه اللي الدولة المصرية بتشتغل عليه في الوقت الحالي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك وبالبرنامج. أستاذ حسام، يعني في البداية عاوزين نعرف السادة المشاهدين إيه هي سياحة اليخوت وإيه المختلف فيها، وليه هي مصدر بيضر دخل كبير جدا للدول اللي بتعمل في هذا القطاع. هي سياحة اليخوت، طبعا اليخوت دي بتبقى لأفراد، واليخت زي مركب صغيرة بس لا. بتتراوح أحجامها حسب قدرة الملياردير أو المليونير اللي عنده اليخت. في يخوت طبعا بتصل أرقامها للنص ل 500 مليون دولار، وفي يخوت لمليار دولار، وفي يخوت ل 320 مليون دولار إلى آخره. وبتحتوي على في منها بعض من اليخوت دي بتبقى في محبط للطائرات، وفي حمامات سباحه وغرف وديسكوهات الى اخره. فبتخص رجال الاعمال والمليارديرات العالميين او الامراء الى اخره. وهو بيجي مصر طبعا مؤهله لذلك، ومصر فيها حتى نادي يخت سنه 1901 في الاسكندريه، وفي عندنا مارينا موجوده في الغردقه، وفي مارينا في شرم الشيخ في نعمه بيه، وفي يعني في مارينا كثيره موجوده. في طبعا دلوقتي في هو في قناه السويس، في بورسعيد والسويس والاسماعيليه، هم اليخوت لازم تمر الاول من خلال قناه السويس. طبعا بتبقى في رسوم معينه وبعدين بيدفع رسوم ثانيه. فهنا لجذب هذا النوع من السياحة توحيد منصة رقمية واحدة يدخل من خلالها أونلاين كافة البيانات، يحطها صاحب اليخت أو من يعمل لديه مثلا في وجوده ودخوله، بيقضي مثلا هيجي يقضي يومين أو ثلاثة أو هيقعد فترة معينة، متوسط إنفاقهم بيبقى عالي جدا. والعاملين في على اليخت برضه متوسط عقلهم عالي جدا، ممكن حتى رجل الاعمال او صاحب اليخت يكون مش متواجد، ولكن اليخت متواجد، هو بيخلص اعماله ويجي يقعد يومين وبعد كده بيبتدي يتحرك تاني. فطبعا تسهيل كافه او تقديم اسعار معينه وحوافز معينه في اللوجيستيك، او ان هو يدفع مصاريف مش كبيره لدخوله هنا ونعتمد على متوسطات الانفاق العاليه وكده، هيدينا فرصه للمنافسه مع الدول الاخرى في البحر الابيض المتوسط، لان في دول منافسه بتجذب سياحه اليخوت بالذات منطقه البحر الابيض المتوسط يعني. طيب دكتور حسام، يعني حضرتك تحدثت عن اهميه هذه السياحه، وهي الحقيقه يعني زي ما بنقول هي سياحه الصفوه. يمكن السائح كمان سائح اليخوت يمكن كمان انفاقه بيوصل لخمس اضعاف انفاق السائح العادي. زي ما حضرتك قلت مصر عندها مقومات، مش هنتكلم عن المقومات السياحيه بكل تاكيد فقط ان كان الاثريه و لكن في مقومات اخرى. مصر عندها مثلا طول سواحل مصر بيصل ل 2400 كيلو متر، ده غير ان احنا عندنا 23 ميناء بحري بالفعل تم تطويرها. وكمان يمكن مجلس الوزراء اعلن اول لائحه تنظيميه لسياحه اليخوت في المارينا والموانئ، واللي تم تفعيلها في اول سبتمبر الماضي. سؤال حضرتك يا فندم، تقييمك للتجربه المصريه في سياحه اليخوت حتى الان، هل هي تجربه ناجحه ولا لسه محتاجين نشتغل عليها اكتر؟ لا، هو احنا الحقيقه تجربه كويسه، ولكن محتاجين نشتغل عليها اكتر في التسويق بشكل كبير جدا، والتسويق ده بيحتاج مصروفات عاليه للتوضيح للمهتمين بسياحه اليخوت والدول المصدره لسياحه اليخوت والناس اللي بتيجي، لان دي بتبقى ناس نادره برضه، مش يعني مش كتيره موجودين، بس بتدرس مش كتيره بس انفاقهم اكبر بكتير.
اه طبعا، يعني احنا محتاجين التوضيح مثلا ان بالنسبه لسائح اليخت ان في عندنا المنصات الالكترونيه الحاليه، في عندنا رسوم بتدفع بالشكل ده مخفضه، فيها مش يعني ازاله كافه العوائق اللي ممكن يقابلها اي سايح من سياح اليخوت، لان في دول منافسه لينا. فاحنا لازم التسويق بشكل حملات تسويقيه اكبر، الحضور للمعارض الدوليه اللي فيها تسويق سياحي لسياحه اليخوت، التسويق بكافه سواء بقى سوشيال ميديا سواء منصات الكترونيه عالميه معينه، لازم نحط عليها اعلانات بصفه مستمره، بمعنى انها يبقى في اعلانات 365 يوم عن كافه الامتيازات والفوائد اللي بتقدمها مصر لسائح اليخت هو والستاف بتاعه اللي موجود والفترات اللي هيقعدها قد ايه الى اخره. وبعدين بتبقى في مناطق لو في سياح اليخوت بيبقى حواليها طبعا سواء بقى ممشى سياحي او فندقي او مناطق فيها كافه الامتيازات، خاصه مثلا في وجود مستشفيات، في وجود يعني محطات يعني اعتقد كمان الوقود كمان طبعا مهم جدا، ان هو يشوفها كصوره موضحه في الاعلان وقت ما ينزل في المارينا ده او في المارينا ده، وايه الخدمات اللي هتقدم له السيرفيس. فده مطلوب توضيحه من خلال التسويق السياحي والسوشيال او الاعلانات بشكل تسويقي كبير واحترافي لجذب هذا النوع من السياح. نعم، يعني يمكن جزء التسويق هو جزء يعني معني به الإعلام في يعني أولى خطواته، لكن أعتقد كمان لحضرتك ولخبراء السياحة دور مهم علشان يعني نتكاتف جميعا للترويج لهذا النوع من أنواع السياحة تحديدا. ومصر في حياة الأمر زي ما حضرتك قلت عندنا عدد كبير جدا من الموانئ الموجودة حاليا ومهيئة لاستضافة اليخوت، بنتكلم على مارينا نعمة، مارينا الغردقة، مارينا البحر الأبيض المتوسط، ومارينا مرتفعات طابة، وغيرها من الموانئ المستعدة لذلك. لكن خليني أسأل حضرتك، هل سياحة اليخوت هي سياحة شاطئية ترتبط بالبحار فقط، ولا ممكن في يوم من الأيام نلاقيها أيضا هي سياحة نيلية؟ لأن احنا عندنا كتير من المحافظات اللي يمكن مش شاطئية لكن فيها أثار كتيرة جدا، نقدر احنا نربط يعني هؤلاء الأثرياء بمدينة زي الأقصر زي أسوان وغيرها من المحافظات اللي فيها نوع من أنواع السياحة الأثرية كمان أو الفرعونية الخاصة بينا يعني. اعتقد هيبقى صعب الا لو اليخت الغاطس بتاعه، او لان المراكب النيليه او النايل كروز اللي موجوده في النيل بتبقى في مناطق معينه وبيبقى الغاطس بتاعها لا يتعدى مثلا 2 متر او متر ونص او كده او 3 متر، وساعات لما بتقل ميه النيل في فترة الشتاء لما بيكون لسه ما حصلش فتح بوابات السد بعد موسم الفيضان المفروض في العهد القديم او في قصدي في ايام الفراعنة او في ايام مصر القديمة، ففي الصيف بتعلى المية. فلكن ان سياحة اليخوت دي اليخت طبعا اللي في البحر لا بتبقى فيه اعماق كبيرة جدا تستحمل كده، لكن اليخوت الداخلية الموجودة داخل مصر في النيل والسياحة النيلية اللي عندنا واليخوت للمصريين ده بيبقى يخت صغير مش زي اليخت اللي هو بيبقى جاي بيسافر دول العالم، لان ده بيبقى له غاطس كبير قوي عشان يحفظ توازن طبعا اليخت. فمتهيألي هيبقى تطبيقه صعب في النيل، لكن هو ممكن يصل الى المارينا او كده ويقعد فيها ويعمل رحلات زي ما بيطلع من الغردقه بقى للاقصر او من الغردقه لشرم الشيخ في زي مركب بتنقل السياح ما بين الغردقه وشرم الشيخ، بالاضافه الى ان هو ممكن يطلع من المطارات من شرم الشيخ للاقصر او من شرم الشيخ لاسوان بالطيران، وده موجود دلوقتي، او من الغردقه نفس الحكايه للاقصر بالباص. ويعمل اوفر داي، او لو هو عايز يقعد طبعا هو هيعمل اوفر داي او اوفر نايت، بمعنى ان هو يومين او يوم واحد يشوف الاثار ويرجع تاني. ونفس الحكايه ممكن يعملها باليخت عن طريق ان هو يطلع القاهره اوفر دي يشوف منطقه الاهرامات وان شاء الله المتحف اللي موجود حاليا وبعد كده المتحف المصري الكبير. فممكن ربط ده سياحيا واثريا مع سياحه اليخوت، ولكن من خلال النيل هتبقى صعب. طيب دكتور حسام، واحنا بنتكلم عن انه هذه السياحه هي سياحه الاثرياء وكلامنا
في كل النقاط دي، بس في بعض برضو البعض بيشوف انه الصوت معلش. طيب حضرتك كده سامعني كويس يا فندم؟ الصوت مش سامع الحقيقه، في تقطيع في الصوت. دكتور حسام حضرتك سامعنا كويس كده؟ لو حضرتك بس ممكن تتحرك في اي مكان يبقى فيه الشبكه احسن. انا موجود في مكاني ما اتحركتش. واحنا كمان والله. مش عارف يعني انا موجود في مكاني قاعد. طيب حضرتك كده سامعنا مظبوط؟ اه. طيب زي كنت بقول لحضرتك، احنا اتفقنا على انه هذه السياحه هي سياحه هامه وسياحه الاثرياء وما الى ذلك، لكن في البعض اللي بيشوف انه سياحه اليخوت مش سياحه مجديه بشكل كبير لانه لا يتم استخدام ليالي فندقيه او طيران، حضرتك ردك ايه على هذا المعتقد او على هذا الراي؟ نعم اعيد السؤال. لا برضه الصوت وحش، انا قاعد مكاني ما بتحركش. طيب احنا يعني واضح ان في مشكله في الشبكه، لكن على اي حال طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام هزاع الخبير السياحي على كل هذه الايضاحات.